سلام، رجعتكم اليوم فيديو جديد. في الفيديو كما شفتوا جو درج كما شفتوا في العنوان وصوره مصغره تاع الفيديو، حيكون فيديو نصائح قبل ما تشري الاجهزه الجديده تاع الكونسول، الاكس بوكس سيريس اس والاكس جدد والبلاي 5 جدد. جبت لكم هذا الفيديو شويه نصائح باش لازم تعرفوهم قبل ما تشرو هذه الاجهزه، ما كاين بزاف فايس لازم تعرفوهم. قبل نشوفوا هذه النصائح ولا فايس جبت لهم فيديو اليوم، ما تنساوش تشتركوا في القناة إذا مشتركين، ديروا جيم فيديو، بارطاجوا مع صحابكم إذا حبيتو، وشوفوا فيديوهات اللي نديرهم لكم من قبل. راني ندير لكم فيديوهات على الأسعار تاع بلاي 5 والإكس بوكس سيريس إس والإكس في الجزائر، راهم يخرجوا لكم الفيديوهات كي تكونوا تفرجوا. وثاني قبل ما نبداو الانستغرام تاعي تلقاوه في الوصف، إذا حبيتو ديروا لي ابوني ثما في الانستغرام. ثانيا نحط لكم في الوصف إذا حبيتو تروحوا تشوفوا. ودركا نبداو في الفيديو هذا كما قلت لكم، راح نعطيكم نصائح قبل ما تشرو الاجهزه الجديده تاع الكونسل. النصائح نبداو دركا باول حاجه. اول حاجه اللي هي انه راح دركا نشوفوا هذه النصائح، شكون ماهمش مرتبين بصح يكونوا مهم. نصائح نهضر لكم فيديو اليوم، النصائح هذو قبل ما تشرو زعما كامل. النصيحه الاولى شغل قبل ما تشري قال الاجهزه هذو ما تسرعوش، خاطر كاين اللي دوك حنا في الجزائر ما داروش هاد العفسه بصح بلدان واحد اخرين كيما الكويت ودول واحد اخرين، هادوك شغل داروا طلب مسبق. طلب مسبق هذاك ناس كام راح دار الطلب، كاين قالوا لهم ما يجيش معاه مانات، داروا طلب على المانات ما يمزع فيصراو لهم. ثاني كي يكون السعر مع الاول يكون غالي بزاف، تما كي تشريه مع الاول ماشي مليح، كامل تشري شغل من الضربه الاولى. كي يخرج نوفمبر مع يدخل الجزائر ما نصح حتى واحد يشريه مع الضربه الاولى، غلا على خاطر يجي غالي بزاف في البري تاعو، هذه متاكد منها انه يجي غالي مع الضربه الاولى. تسمى مام الثاني نصيحه اخرى، مام كي يكون مع غالي مع الضربه الاولى، مام الاجهزه القدم اللي راهم يتباعوا دوك ما نصحكمش تشروها، راهم يتباعوا غاليين بزاف على البري تاعهم. تسمى سناو ممكن يتباعوا هذو مرخص عندنا، هي يتباعوا غاليين بصح يكونوا على الاقل ينقصوا الاخرين شويه اذا تحوس تشرو بلاي كارد ولا هادو. ما الضربه الاولى راح يكون البري تاعهم غالي بزاف، تسمى هادي متاكد منها، وماشي غير في الجزائر، شحال من كاع البلدان العربيه راح يكون غالي هادو ما الضربه الاولى. تسمى ما ننصح حتى واحد يشريه مع كي يدخل المره الاولى للجزائر ولا اي بلاد. وثاني البلاي هادو ما الاجهزه الاولى دائما في اي جهاز، هذه حاجه دائما تصرى بصح ماشي زعما متاكد منها بزاف، بصح ممكن ما تصراش هذه المره، بصح موالفة تصرى. بصح هاد العوام الاخرى ما شكيتش تصرى، شغل العوام الاخرين هادو ما شكيتش تصرى فيهم، ها بداو يطوروا في مصانع باش الاجهزه الاولى دائما يكونوا فيها مشاكل، ممكن مشاكل في حراره الجهاز، ممكن مشاكل في كارت جرافيك، ممكن مشكل كي يخدموا في المصنع. شغل الاجهزه الاولين دائما يكونوا فيهم هاد المشاكل هكذا، هاد الغلطات هادو دايما الاجهزه الاولين يكونوا فيهم. وثاني حاجه واحده اخرى لازم دايما تركزوا معاها، هي انه دوك كي يخرج الضربه الاولى ما يكونوش كاينين عروض، ما يكونوش دوك كي يخرج كاين هاد النسخ وراهم، كاين النسخ هادو هذايا دوك تفهموا علاش جبت لكم هذيك التصويره. كاين هاد النسخ بالنسبه للعلب تاعهم هادو هما اللي عجبني كامل تاع سيريس اكس، والله غير هو شباب فيهم كامل. هاوليك العلب هادو هما تاعهم، شغل بوكسات تاعهم هادو هما. هي كي يخرج مع الاول ما يكونوش نسخ بزاف. بالنسبه للاكس بوكس ما شكيتش راح يديروا نسخ واحد اخرى، بصح بالنسبه للبلاي ممكن راح تخرج نسخه سليم ونسخه واحد اخرى، بصح هذيك طول شويه، بصح ماشي نسخ زعما تاع سليم ولا نسخ سليم، ما شكيتش يخرجوا هذا العام نسخه سليم والبرو. وفي الاكس بوكس سيريس اكس شوفوا الاجهزه الكونسول راح يجوا، انا في النظر تاعي هذو ما راح يجوا، ما راح يزيدوا لنا حتى نسخ. النسخ اللي نقصد فيهم راني على النسخ تاع الالعاب، ممكن يخرجوا نسخ جديد تاع العاب، ممكن اكس بوكس يخرجوا نسخه تاع فورزا، ممكن نسخه تاع كش لعبه، ممكن كش لعبه حصريه في كش جهاز يخرجوا لها نسخه، ممكن يديروا نسخه مع ثلاث العاب، ممكن نسخه مع جوج ماناتات، مازال نسخه تاع اللي يجوا معاها كاع الاكسوارات مازال باش تخرج. سما مازال بزاف فايس راحين يجو. سما هاد النسخ الاولين ما كان الواحد يسرع يروح يشريهم. ثاني حاجه واحده اخرى
العاب الجدد اللي هم حصريات هذو زعما في البلاي وفي الاكس بوكس، ماشي العاب هذوك القويه اللي زعما يخلوك تشري جهاز كونسول جديد كامل زعما على جال، ما همش العاب قويه بزاف، هم غير شويه العاب حصريه. النص الكبير تاعهم كاين في البلاي كات، الاجهزه القديمه كامل فيهم، سما ماشي حاجه تخليك تروح تشري بلاي جديد. ثاني ما كاش انواع بزاف، الانواع بزاف هذوك في السوق، شغل الانواع ما كاش بزاف، كاين غير شويه. سما ماذا بينا اي واحد يصبر، يزيدو يخرجوا نسخ بزاف مليحه. وثاني حاجه هذه دوك فاهمكم على درتها لكم انا هنايا، شغل الاجهزه الكبار هذوما البلاي اكس بوكس سيريس اكس والبلاي 5 والبلاي 5 بلاي 5 ما بدلوش مواصفات بصح الاس بدلو. بالنسبه للكات كا تاع البلاي الاكس بوكس سيريس اس كيما الكات كا تاع البلاي ستيشن برو، الكات كا تاع بلاي ستيشن برو اللي ما على بالوش ماشي كات كا كامله، شغل تعطيك المشهد تاع كات كا، شغل ماشي كات كا، شغل برك تعطيك شغل هذه كات كا، ماشي هي ماشي كات كا بصح، ماشي هي كات كا بصح ماشي كات كا الكامله، شغل تعطيك كانك راك تشوف كات كا، هذه شغل حاجه واحده اخرى. هذيك في سيريس اكس كاينه، سيريس اس بصح السيريس اكس والبلاي 5 يمشيو 8 كا وال4 كا، 8 كا وال4 كا. هذه دوك على درتها لكم هنا، هذه دوك اللي ما عندوش تلفزيون قوي، اغلبيتنا ما عندناش تلفزيونات تاع 8 كا ولا التلفزيون يمشي 4 كا، واغلب الاغلبيه ما يلعبوش الالعاب تاع ال4 كا والالعاب تاع 8 كا. اسم اللي ما يحتاجوش هاد الاجهزه، ومتاكد انك انت ما عندكش، ما راحش تجيب فيها شاشه تاع 40 مليون ولا، وما راحش تجيب فيها، ما راحش زعما تلعب العاب اللي يمشوا الكات كا ويمشوا، شو ما عندكش اهميه في الجرافيك بزاف، وهذيك او الاس احسن حاجه كامل، ان الاس الحاجه هي المناسبه. بصح اللي زعما عنده شاشه غاليه وتلفزيون غالي ويقدر يلعب العاب كات كا يحب يلعبهم العاب 8 كا، راو البلاي 5 والاكس بوكس سيريس اكس مناسبين كامل. هذه حاجه برك حبيت نقولها لكم. وثاني نورمالمون قلت لكم كاع الحفايس لازم تعرفوهم، لازم تفكرك شحال راني ناسيها يعني وما نسيت والو. ثاني اسعار هذه تختلف ونورمالمون هذاك كامل زعما، واش كاين اكل زعما حاجه واحده اخرى بزاف. بالنسبه للشكل تاع بلاي 5 اللي ما يجيش مع السي دي يكون اللون تاعو كحل كما تشوفوه منو من، والبلاي 5 اللي يجي فيه تاع السي دي يجي بيض كما تشوفوا هنا. هذو هما النسخ اللي بان البوكس تاعهم، بصح النسخ الاخرين مازال ما خرجش. وهذا كان الفيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو فتكم به. هذا الفيديو ما نصح كاع واش كاين نقدر نقول لكم، نقدر لكم فيديو اليوم كما قلت لكم اشتركوا اذا مازال ما اشتركتوش، ماكش مشتركين ديروا جيم فيديو، بارطاجوا مع صحابكم اذا حبيتوا باش يعرفوا كامل نصايح هذا وفيدوهم بهم صحابكم، فيدو بهم رواحكم. الانستغرام تلقاو في الوصف اذا حبيتوا ديروا لي ابوني فيه باش زعما نزيد انا كش ما نزيد نبعث في الانستغرام. هاد اليوم ماش قاعد ندخل الانستغرام، شغل اليوم يبعثوا لي رسائل تما، ما دوك ماني ما عنديش تليفون، سد لي تليفون سما محتاج نشري تليفون جديد باش نبدا نرجع لكم الرسائل ولا اخر. سما لي كش ما وجد سؤال يلقاني في الانستغرام فكرك وحبيت تشوفوا الفيديوهات الجايه ثاني قولوا لي، و تلقاو فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.